جيدة ان شاء الله. اليوم عندي انا وماما واحد التحدي وهو ديالك ديال الحار ديال الصلصه الحاره. المهم درناها مع سباكيتي، حنايا زعما سباكيتي درناها مع سباكيتي هذا واحد الصلصه والكفته هي كفيته. المهم جات زوينه هادو، ولكن دابا حنا غادي نديروها مع الحار البنات، وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يغلب، شكون اللي غادي يغلب الاخر. غادي تغلبيني واثقه كناكل الحار، واثقه في نفسها، واثقه انا كناكل الحار باش نكون واضحين البنات، انا اللي كناكل الحار ولكن هي وقيله فايتاني شويه. المهم احبوباتي خليكم معايا، خليكم معانا، وقبل ما نبداو نكملوا هذا الفيديو اللي ما مشتركش في القناه ديالنا اشترك ويكبرها معانا ونكبروا الدار ديالنا. علاش لا احبوباتي؟ وخليوا لي واحد لايك 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 اش يخليوا ماما لايك وخليو شي تعليق بحالكم البقوصات زوين. يلا معايا حبوباتي احنا نبداو على بركه الله. عندنا هادي حاره البنات، ما ديريش خشونه. البنات ماما تكبليها بزاف. المهم انا تا انا ها هي لا هي شويه، ها نتوما البنات ها هو الخط ديالو قد شنا هو. لا شويه احنا غادي. المهم احنا نبداو. انا باقا ما كل عاشه كنديروا معها الحار. ما وشو لا نقصي اميره بورفا عفسو زعما راه اللي غادي يطيح في الاخر غادي يخسر الحكام خطير. انا بعدا مجده لها واحد الحكمه. كلشي انايا اشنايا انا مجده لها حكمه مسحره. كلشي انايا زيديش الحار. لا والله ماما تا كنزيدو، انا ما بغيتش نورك عليك، انا كناكل الحار ولكن مشيت لهالدار هادي خطيره هادي نص طعام. هادي قلنا نص طعام عرفتي شنو كتب وكانت عامة. وانا عندي مشكل ديال المعده. كوكا مامي كوكا ماما عطيني عطيني يلا نشوفوا شكون اللي غادي يتحط. تاني معايا ماما محبوبيك ماما صافي عزيز. ابي ما تجي اباي
دوري كولي من الماء دابا تضرع دابا تضرع صافي البنات الزيت يدي انا ما بقيتش ناكل الحار صافي ما بقيتش حقا هذا صافي صافي لا لا بصح كنحس بالعافيه في معدتي البنات داني ندير لي تحدي ديال الاكل في الحار كنا كل الحار كنحس لهاد الدرجه هذه حاره هذه هذه تاع الشينوا هذه الشينوا حاره بيكانت مو راجلك اللي باغي يتسقف من الجنه انا قلت لي جيب هذيك الطباسكو كتكون شويه بينه وبين هذا هو ديال الشينوا صافي ماما ربحاتنا البنات وهذا غدا نستسلم ليها المهم البنات قالت لك ماما هي دابا اللي ربحاتني غنشوفوا الحكمه ديالها اوف ماما شوف الحكمه تنكملوا على خيني الناس انا نفكر ندور في دماغي هذا نشوف شي حكمه لا ما تقوليش لي لا ها انا كنت نسال ولا كنتي لا تحلي شويه كون طحت بين يديك والله بك قالك وانت انت الحركه تكون بيني ما تكونش صعيبه ايوا على حسب انا البنات دابا غادي نكمل هاد الدور في الطبخين هاد الجهه حاره بزاف ها نتوما كيف ما كتشوفوا دورت هاد القلب هاد الجهه هادي هي معمره بالحار ها نتوما كناكل الحار زيد عليا ها نتوما شوفوا شحال معمره بالحار شوفوا القرعه شحال بقى فيها البنات ضربات بقى فيها شويه ماما ضربات القرعه كلها المهم البنات شفتوا ماما كيفاش باقا معمره الطبسيل بالحار انايا غادي نكمل هذا الجهه اللي ما فيهاش الحار خاصو كنبرد غير بالكوكا البنات وغدا ناكل بعدا وكيفاش دير معايا في الحكمه يا ربي حنان قلبها في حنان قلبها فيا وما عرفت كيف كيقولوا لها ما ديرش لي شي حكمه خطيره عفاك المهم انا نكمل ونرجع لكم ونشوفوا نتفقوا على الحكمه البنات وقسما بالله البنات ما غادي نغشوا في حاجه انا ما عارفاش شناهي زعما باقي ما عرفناش شناهو باقا ما طاحش ليا باقا ما عرفاش انا زعما الحكمه المهم تناكلوا غادي نشوف نكمل ونشوف نشاركوا معكم وتقول تقول زعما الحكمه ديالها خليكم معايا رجعنا لكم بعد ما كلينا الحمد لله قادينا شوفوا ماما عينها وجهها طيب بالحار وجهها طيب بالحار عرفتوا المود ديال الضحك ولكن راه حار حار ديال بصح يا البنات عينيك ولاو حمرين ونيفي حار انا كناكل الحار ولكن راه ماشي حار ديال رحمة الله لا الحوت ولا الكسكس ولا انا كناكل الحار ولكن السندويشات لما كانت حار ما كناكل ولكن ماشي تلبس ولكن هذا حار جابو راجل كوثر حار بزاف ديال الشين وانا ما عرفتش ما يتسخن منها انا البنات وعارف لي انا اللي غناكل الحار بزاف بغيت نتسخن منها لا انا البنات اتفقوا عليا واقيلا على ما اظن بالعكس لا لا مسكين هو قال لي ما تاكليش هو ما خلانيش ما خلانيش قال لي ما ديروش هذاك التحدي قال لي ما تقدريش قال لي على الحار حيت انا اصلا ما كناكل الحار عزيز عليا ولكن ما كنقويش فيه حيت كيضرني في المعده وداك الشيء هو مسكين قال لي زعما واخا حيت بقيت لاصقه كي بغيت ندير تحدي انا وماما ودابا البنات عرفتي بقى فيا الحال حيت ماما هي اللي غلباتني كنت بغيت نحكم عليها ولكن دومان دومان مثلا باش كنتي غتحكمي عليا كون ما ربحت غدا نقول لها نزلي هاد الجيران اللي لتحت دق على بواحد بواحد قول لي عطيني شويه الملح تحكمي راسك زارع بقادر ولا شي خوان نعطيني ملحه حول لك ومعقده حوا جيران حنا في المغرب كنتسالفوا وما يحلوش لك دابا كندقوا على بعضياتنا اللي خاصنا ما عندناش ناخذوها تنجيبوها حنا المغرب هذاك عرفتوا الله يسكت حلا سال ايوا انت مني ما كنتيش غتحني فيا وغتقول لي هودي عند خوان وخذي الملحه وهودي عند سميت لاخر خوسي وداك الشيء خذي الملحه انا انا غادي نخرجك من هاي ورجعتي ويا التكشيط لا خصني اوي منيتك والله حتى مني هو الحك ما شغليش لا لبس الجلابه لا ولا جلابه الصباح اليوم كيلبسوها
انا ما كنبغيش الجلابه. اه وين والله انت شحال صبرني وانا كنلبس الجلابه. اه لا تكيطه الله يسحبوني غدا السول البوليس شي عرس لهم قرقبين عليا هزين ولا نازل عليا بشي مونطا. وانت يلاه تكيطه دوري بها هنا سميتو هذا سميت الشارع ديالك كايطه مطيعة حتى الجرده صافي ورشي يلا ودابا اللي بغيتي انا بعدا غادي ديريها انت ملي بغيتي اليوم غدا بعدا تابعك تابعك ناري وراءك وراءك والزمن طويل ناري يا البنات شوفوا الانتقام انتقمت مني اختي هي اللي مكلاني ديك قرعه على الحار ما انتقمتش مني قدا شناهي هي عرفتي شوفي عيني تنفخوا وحمار وشو حالتي ايوا حبيبتي يلا صافي البنات ما عندي ما ندير حكرات عليا على الحكمه المحكمة حكمات صافي حكمات عليا قالت لك وما عرفتش اش نحكم لك انا اختي ما عرفتش اش غديري وقرب الليل دابا يا وداك الشيء ما عرفتش اش غادي ديري الليل هذا هذه اللي سهله هذه ما سهلهش لا سهلات اسهل ما يكون يلا نوضي نوضي اختي نوضي يلا واش بديتي تقول لهم يلا يلا بسلام عليكم فين بسلامه عبرك انا نكمل تتلبسي وت ماما صافي لبساتني وقالت لكم غادا تلبس انا البقوصات ديالي دابا يا شندير درت بالحكمه ديال مامو لبست التكشيطه عرفتوا ما نعاودش لكم الناس الله الا كيشوفوا فيو كيضحكوا ما فهموا والو هادشي الجدعه ما كاين الناس هادشي معايا كيدوزو الناس دابا يهبط من الدار المهم انا لبست التكشيطه شندير قالت لك سيري بيها هادشي مرقه الناس لابسين الشورطات لابسين الصوموش لابسين مجرجره ويلا شويه والله الا شوف هاتوما مع السبرديلة هاتوما أطوغ شي سبيد القري في القري صاحب بقيتي على خاطرك ها شنو دايرة ليا نزلات معايا حقا قالت لك باش نشوفك واش تخرجي واش تمشي إيوا دابا أنا غادا أش ندير يضحكوا عليا عباد الله غنديرو هاد التحدي هذا أش ندير نقبلنا بهاد الحكمة ديالها بهاد الحكمة يسحبوني الناس اللي أنا بغا ندير لهم شي طريف ما غندير لهم شي طريح في الجردة اش ندير لها الثلج يضحوا انا ما غندير لهم ندير لهم طريح في الجردة ويلي الشوها والله حتى حكمة بايخة سمعيني عادية حكمة بايخة بايخة والله انتم انا ضربت دورة في التكشيطة اش نصورك قولي ما انتم اللي تبقى تبقى ذكرى تذكارية حكمت عليا ماما وانا راه في راسكم انا دابا راه كلشي بغا فيا اللي غادي يشوفني هكا اللي كيعرفني عارف الحكيم ديالي خايب يبغى فيا عرفتي انا راه الحكيم ديالي خايب ما كيبغوش الناس يلعبوا معايا على الحكيم حكيمي خايب ويا راك غدا نحنفاف ديال الملح اما انا كيطيحوا عليا شي حوايج في الحكيم راه السلام مولانا ديال لوحدي ما يبقاش يبغي يلعب معايا المهم البنات انتم انا اللي وصلت للدار هاهي ماما ديري فيديو كاين قاعدة في التكشيطة قالتلك وحكا مات فينا واش هاد ديال الحزام هذا دايراه غير بواحد خر ديال الحزام خر داك السينتا ماشي السينتا السبيب ياك المجدوم بنتي مسكينة تلفات كلشي المجدوم باش كيتزير الحزام نسيتو وقيلا نسيتو لي ماما جابتوش من المغرب وهذا وقيلا وهذا غير ديال القفطان هو باش زيرت ايوا البقوسات انتم نقول لكم تهلاو ليا في راسكم وفي فيديو جاي ان شاء الله كنحمق عليكم سوسو ديري باي باي ما تنساوش البنات لايك 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 لايك